السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اكسكول ده زي ما انت شايف اي تصميم تقدر تعمله بسهولة في المباني، ولما تم اي تعديل بيتم التعديل في الشكل كله. يعني لو غيرت اي حاجة في المساحة هو اوتوماتيك بيبدأ يعمل التعديل دوت بسهولة جدا. هو بتبدأ ترسم المبنى اللي انت عايزه، تقدر تضيف زي ما انت عايز. هو مستو ان هو بيشتغل على الكلاود او على السحابة، وسهل جدا في الاستخدام بتاعه. فهو إدارة للتصميم بتاعك سواء على مستوى الحي أو على مستوى المبنى. فبنلاقي أداة للتخطيط ذكي، وفي منومر ذكي، ده خاص بالبيلدنج كرييتور، وده خاص بكيزن ذاته. هو الموقع الصيني، فبيعمل لك الخريطة العامة، كولر ميكر، والميزة ان هو عنده قاعدة بيانات قوية بحيث ان هو يساعده في التصميم بالذكاء الاصطناعي.